شاهدت اليوم حدثا عجيبا لم أكن أصدق حدوثه أبدا في أي زمان ومكان لولا أنني شاهدته بعيني هاتين. ليس وحدي، بل كان هناك آلاف الأشخاص. في الحقيقة لا توجد أي حكاية ولا أي معجزة، لكنني أردت الإشارة إلى رغبتنا واستعدادنا الشديد لسماع وتلقي ما هو غير معتاد. فما هو مصدر هذه الرغبة؟ وما سر تعلقنا الشديد بها إلى درجة تجعلنا نفقد قدرتنا على التفكير المنطقي السليم؟ ثم ما هي هذه المعجزات؟ ولماذا يتمنى الإنسان كسر قوانين الطبيعة إلى حد أنه يعتنق أديان تنتهك أغلبها قوانين الفيزياء والكيمياء وحتى قوانين الآلهة أنفسهم؟ هذا هو ما دفع بعض المفكرين إلى القول بأن الإيمان بالمعجزات هو إشراك بالله، أنه إيمان بوجود إلهين أحدهما يخلق العالم والآخر ينتهك قوانينه. ثم هل هناك دين بلا معجزات؟ ولماذا لا نكاد نجد دينا إلا وينطوي على عشرات الحكايات العجيبة والغريبة؟ هذه الأسئلة وغيرها حاولت البحث عن أجوبتها، فكان هذا الفيديو. قبل البداية سأكشف ما توصلت إليه مقدما وكما هي. أولا، أن الإيمان بالمعجزات إشراك بالله سواء بعلم أو بدون علم. ثانيا، أن المعجزات كالأساطير هي بقايا الديانات القديمة التي ورثتها الأديان الحية، لكنها فشلت في إيجاد ما يعوض عنها. ثالثا، أن المعجزات موجودة فعلا لكن في رؤوسنا فقط. رابعا، أن الدين ليس هو حاجة الإنسان الأساسية، إنما حاجته إلى حدوث المعجزات. خامسا، أن سبب تخلفنا هو إيماننا بالمعجزات، ليس لأننا نرفض العلم والمنطق العلمي فقط، بل لأنها جعلتنا عاجزين عن فهمه والعمل به، أقصد فهم العلم والعمل بالمنطق العلمي. سادسا، أن الحياة هي بحد ذاتها معجزة، بما في ذلك وجودنا وهذا الكون الشاسع وكل شيء، بل أننا نحن أنفسنا ككائنات أكبر معجزة. سابعا، أن كلمة معجزة غير موجودة لا في القرآن ولا في الإنجيل، وعلما أنهما لا يتحدثان مطلقا عن المعجزات إنما عن آيات. قبل كل شيء راح أتحدث عن النقاط الرئيسية للمحاضرة أو للمحاكمة، هذا صح التسمية. سأقدم بالبداية عرض تاريخي وفلسفي عن فكرة الإعجاز والمعجزات وسبب انتشارها. لهذا حديثي راح يتوزع على 7 نقاط. أولا، عن المعجزة، المعجزة عن من وجهة نظر علماء ومفكري الإسلام مثل الراوندي وابن سينا وابن رشد والغزالي، وكذلك مجموعة المفكرين الغربيين منهم سبينوزا وديفيد هيوم. ثانيا، راح أتحدث عن المعجزة بوصف الطاعن بوحدانية الله. ثالثا، سأتحدث عن تحليل فكرة وظاهرة المعجزات. رابعا، عن وجود نوعين أساسيين للمعجزات، الأول طبيعي والثاني غير طبيعي، وأنهما يتبادلان الأدوار، أي أن الإنسان يعتبر ما هو غير طبيعي طبيعي بالنسبة إليه وما هو طبيعي طبيعي. خامسا، عن الحاجة للربط بين الدين والإيمان والمعجزات. سادسا، عن أضرار وفوائد المعجزات وهل هي حاجة بشرية. سابعا، عن حل مشكلة الإيمان بالمعجزات وعن جدوى هذا الفيديو والمقال الذي سيكتب لاحقا حوله. غالبا ما تسيطر العاطفة على كل حديث عن المعجزات، لكن الأمر المهم واللي يجب طرحه فكريا هو هل أن المعجزة تخرق نظام الطبيعة كما وصفها سبينوزا؟ وإذا كان خرق نظام الطبيعة عبر التدخل الإلهي ضروري ويتطلب إرسال رسول يعني يذكر الناس بعبوديتهم وواجبهم، فمن سيكون حينئذ المالك الحصري لهذا النظام؟ هل هو الذي اخترق النظام أم الذي كان مشرفا عليه؟ ترى هل يتمرد الله على نفسه؟ لأنه لو فعل هذا فقد تناقض مع نفسه. حينئذ ما الفرق بينه وبين
الناقصين أو العابدين الذين يطالبون بعبادته. هذا معناه أن التدخل الإلهي ليس دليلا على صحة وجود الله أو الإله كما يظن الجميع. فهذا أي إله هذا اللي المرتبك الذي يتمرد على أشياء أو نظام خلقه بنفسه؟ هل أن أرسال الأنبياء هو خبر عاجل مثلا أو قرار عاجل يتطلب التدخل المباشر؟ ربما يقال أن المعجزة لا تحتل ركن أساسي في الدين، لكن هل يمكن للدين ما أن يوجد ويستمر بدون إيمان بالمعجزات؟ وهل ما الذي يبقى مثلا من المسيح بدون قيامة؟ وما الذي يبقى من محمد دون جبريل ووحي وكتاب منزل؟ وما الذي يبقى أيضا من موسى دون عصاه ولوح وصاياه؟ حينئذ ألا توصف المعجزات بأنها القلب النابض لكل دين؟ وأن الأديان لا يمكن أن تحيا بدونها وأنها ستذبل وتموت؟ ثم لو افترضنا بأنها لو أن هذه الأديان ماتت فعلا، فما الذي سيبقى منها؟ أي ما الأثر الذي يتبقى من 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 موتها، يعني جثتها؟ ما هو نوع الجثث التي ستخلفها الأديان إن رحلت؟ الآن أتناول المعجزة بين الماضي والحاضر. أولا الراوندي ناقش أمر المعجزات وقدم براهين كثيرة كانت تأكد على استحالة حصولها، ولكنه لم يكتفي بهذا، إنما تجاوز الأمر إلى أن يتهكم من فكرة نزول ملائكة مثلا لمقاتلة قريش في يوم بدر، قائلا أن هؤلاء نزلوا في يوم بدر لكن لم نرى أحدا منهم يوم أحد حين انهزم المسلمون. ثم عموما ما قاله الراوندي كان يبدو في أغلبه ليس بحثا فكريا في موضوع المعجزات، إنما كان محاولة وسائل الأساسي لنفي النبوة أكثر ما هو لنفي حدوث المعجزات. الرازي الفيلسوف وليس الرازي الفقيه يقال بأنه العقل وحده كافي لمعرفة الخير والشر ولا حاجة لإرسال أنبياء وحدوث معجزات. قال أن فصل بأنه الأنبياء يصدرون عن الله مختلف لأنهم متناقضين فيما بينهم. موسى دعوات موسى تختلف عن دعوات عيسى، ودعوات عيسى تختلف عن دعوات محمد، وهؤلاء يبدو كأنهم يتحدثون عن أنفسهم وليس عن إله واحد يصدر أحكام متشابهة. السؤال، هل أن المعجزة دليل على صحة الرسالة النبوية مثلا؟ الجواب ليس بالسهولة التي نتصورها، لأنه عندما نتساءل نقول أنه هل صار محمد رسولا بعد المعجزة، أي بعد معجزة حصول كونه رسولا، عند ذاك هذا ما راح يمنع وجود أحد غير الرسول يقوم بالفعل نفسه. وبالمناسبة هاي المعضلة لاحظها كما أشعر، يعني كما عندما تابعت آراء الفقهاء المسلمين لاحظت أنه معظم الفقهاء المسلمين عرفوا المعجزة بطريقة جدا حذرة، وقالوا بأنها هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي وسالم عن المعارضة ويظهر على يد مدعي النبوة موافقا لدعواه. هذه موجودة والمصدر موجود أيضا. المقصود من التعريف السابق هو أن المعجزة هي عمل خارق لا يقدر عليه أي شخص آخر، ولهذا سميت بالمعجزة لأن الخصم يعجز عن الإتيان بمثلها. طبعا أنا أشوف أن هذا التعريف جدا ضعيف. أولا لأن المعجزة عمل خارق لقوانين الطبيعة وليس لقوانين العادة أو المعتاد بين الناس، وإلا أصبح بهذا المعنى كل إنسان يكسر العادة نبي، كما قلت سابقا هل أصبح رسولا بعد المعجزة أم قبلها، هذا حين الموضوع نفسه. ثانيا أن تحدي الآخرين لا يدل على حدوث معجزة، بالعكس، وإلا هناك آلاف من الناس الذين قاموا بأفعال لا تتكرر ولا يستطيع أي شخص أن يقوم بها. وأيضا حتى ليش أروح بعيد، نجعل الرياضيين مثلا أن هناك آلاف كسروا أرقام قياسية ولا يوجد أي إنسان يعني أن يوصل إلى مستواهم مثلا. لا يمكن أن أنا
أو أي شخص يصير بمستوى رونالدو كرة القدم أو ميسي أو بيليه، هؤلاء يعني لا يتكررون. إذا هؤلاء ممكن أن يكونوا أنبياء ويدعون النبوة بهذا المنطقة. واضح كما قلت، كما قلت بدأ تعريف فقهي يحاول تجاوز مشكلة كسر القوانين الطبيعية، ويبدو أن الفقهاء يعرفون حساسية هذا الموضوع، فأطوا تعريف نوعا ما ما بي داخل الدعاء الكبير. لكن المشكلة واجهت سابقا الإمام الغزالي، وجد لها حل ذكي جدا كما سأوضح ذلك لاحقا. ابن رشد قال أن المعجزات أمر ديني، فصل يعني بين المعجزة كما يتعلق كفكر وعقل وعقلانية ومنطق، والمعجزة حدوث المعجزة على المستوى الديني. فقال أن المعجزات أمر ديني، عندما ناقش على أنها أمر فكري ومنطقي لا الأمر لن يستقيم، فإذا خليها محصورة بجانبها الديني فقط، اعتبرها جزء من الشريعة ولا علاقة لها بالقوانين ولا بالطبيعة. وفكرة الجواز، ناقش على هذا الأساس فكرة الجواز الدينية أو مفهوم الجواز اللي طرحوه الأشاعرة أو الأشعريين، وهو إمكانية الخروج عن نظام الطبيعة، وأن هذا الخروج لا يؤدي لمعرفة الله، بل واعتبر أن يعني قال أنه فكرة الجواز الدينية لدى الأشاعرة الخروج على نظام الطبيعة لا يؤدي لمعرفة الله بل الجحود به. وعلى هذا الأساس انتقد الأشعريين لأنهم دافعوا بشكل مستميت عن فكرة الجواز، واعتبر أن هذا ينفي الحكمة عن الصانع أي عن الله ولا يدل على وجوده. الغزالي أبطل، يعني الغزالي كما قلت وجد حل ذكي جدا وغير مسبوق له، وأبطل مبدأ السببية. لماذا؟ لهدف واحد ووحيد، هو إثبات وجود المعجزة، وليس كي يثبت حقيقة التجربة كما فعل هيوم، واللي هو واحد من الفلاسفة التجريبيين الإنجليز من أشهرهم. قال الغزالي ماذا قال؟ قال إنها أمر طبيعي، وضرب مثالا بإنسان يطلي نفسه بمادة ما أذكر اسمها، وقال إن هذا الإنسان لو وضعناه في التنور فلن يتأثر بالنار، وأضاف بأنه لو روينا هذه الحكاية لأي شخص آخر لم يرى هذا الحادث فلن يصدق، لكنهم لو عرفوا السبب لما استغربوا من هذا. وإيش قال؟ قال هنالك فجوة بين العلة والمعلول. الغاية الغزالي شنو هي؟ غاية أن يثبت إمكانية كسر العادة. لماذا؟ والهدف حتى يفسح المجال أمام التدخل الإلهي. وأنا أقول بأن هاي الفكرة مثال غزالي هذا جيد ومقنع كما يبدو، لكن مشكلته أنه يبقى المعجزة داخل العالم، وهنا تنتفي عنها صفة المعجزة، لأن المعجزة أول شروطها أنه تكسر القانون الطبيعي، يعني ما جدوى هذه المعجزة أنها وإلا أصبحت يعني نوع من أنواع السحر والمهارات البهلوانية المعتادة والتي لها أسبابها. لكن أين خطورة جواب الغزالي؟ خطورته يكمن في أنه نجح في حل مشكلة فقهية عانى منها جميع علماء الكلام وأصول الفقه لتبرير المعجزة، بدليل أنه كما قلت لكم التعريفات لحد هاي اللحظة للمعجزة عند الفقهاء وعلماء العقيدة والكلام هؤلاء يترددون في هذه المنطقة لأنه حرجة ومحرجة جدا لهم. المهم هي أدت بالنتيجة، هذا الحل العبقري أو الذكي أو المحتال بصراحة للمشكلة اللي أقام بها اللي نفذها الغزالي، أدى إلى شيئين أساسيين: أولا إنقاذ الدين ومعجزاته على حساب العلم والتجربة والإنسان. فمن هذا اعتبر أنه التجربة ليست ذات قيمة وليست مصدر للمعرفة، بل أن الغزالي راح أبعد ودعا إلى عدم تدريس العلوم والرياضيات، وهذا ما نعاني منه حتى الآن، وإلا العلوم والرياضيات هي أساسا تقوم على فكرة السبب والنتيجة أو العلة والمعلول، فإذا لم يكن هناك علة لحدث ما ونبحث عن سببها فما يعني انهار العلم بالكامل.
أصل الفقرة الخامسة يقول بأنه بالرشد، أرجع لأبو الرشد، يقول أنه النظام وليس كسر العادة هو ما يدل على وجود قوة خفية سامية ومتعالية، لأن نفي الأسباب الطبيعية هو نفي الحاجة لوجود خالق. وهذا نقول طبعا يعني أشوفه يلتقي مع الدهريين كما يعني أو الماديين بالتعبير الحديث، وهذا رأيي نراه الأقرب للعقل. فلولا هذا النظام مثلا الإلهي أو النظام الطبيعي لما استطعت أن أتحدث معك الآن وتراني وتسمعني من جهاز موبايل مصنوع من مجموعة من المعادن، وهذه المعادن لا حياة فيها. فهذه أليست هذه المعجزة؟ الآن نصل إلى المفكرين الغربيين اللي قال سبينوزا إن مسألة المعجزات في الدين مسألة محرجة لأنها كسر للقوانين الطبيعية، وهذا أمر يعني مستحيل، وبين بالتفصيل الممل كيف أن هذا أمر مستحيل ولا يمكن أن يصدر عن إله كامل ولا ينقصه شيء، بل أنه مجرد فكرة التدخل في العالم هو محاولة لتغيير شيء. هذه الفكرة الواحدة هي تبطل وجود الإله وتنفي وجود الإله وتنفي قيمة الإله أو أهم صفة من صفات الإله. وبين بأن الاعتراف بهذه المعجزة هو معناها اعتراف بوجود إلهين، الأول يخلق النظام في الكون والآخر يعطله أو يوقفه مؤقتا. وسبينوزا وهذا الفيلسوف الهولندي اليهودي وهو سليل أغنى عوائل أمستردام يرى بأن العامة يظنون بأن قدرة الله تتجلى في اجتراحه للمعجزات. هذا معناه أنهم لا يشعرون بالتناقض الذي ذكرناه، بل على العكس من ذلك تماما. ويطرح سبينوزا أمر مهم، يحاول يرجع إلى تاريخ ظهور فكرة المعجزات، وقال بأن هذه الفكرة اشترحها اليهود القدماء في مملكة أثناء مملكة سليمان وداود يعني بالقرن الثامن والتاسع قبل الميلاد، وهاي الفكرة اشترحوها حتى يثبتون بأنه إله اليهود وهو يهوه ينافسون أو يباهلون الشعوب الأخرى بإلههم الذي يشترح لهم المعجزات، ومن أجل ظهرت هذه الفكرة. سبينوزا راح أبعد من هذا وقال بأن معرفتنا بالله وإرادته تزداد بمعرفتنا بالأشياء الطبيعية، فما نعرفه بوضوح أفضل مما نجهله كل الجهل. وحتى لو كانت المعجزات تكشف شيئا مثلا فإنها لا تدل مطلقا على وجود الله، لأن المعجزة عمل محدود ولا يدل إلا على قوة محدودة. ويضيف قائلا أن الله يدرك بالمعرفة ولا يدرك بالجهل، ويعتقد بأن العامة لا يدركون الله إلا بحواسهم. ورأي أنه فعلا هذا صحيح، لأن الإنسان غير المثقف وغير المطلع صعب عليه يدرك فكرة الأبسوليوت أو المجرد أو يعني المطلق، مو سهل عليه يدرك معانيها التجريدية الخالصة. هنا يؤكد سبينوزا أن الكامل لا يمكن له أن يتغير، يعني يفسر الموضوع ليش يقول أنه الكامل لا يمكن له أن يتغير ولا أصبح ناقصا. وعندما يحاول أن يغير شيئا فهذا بالضرورة هو يبحث عن شيء ما، هذا معنى أنه لا يوجد شخص أو كائن يبحث عن شيء إلا وهو يشعر بالنقص، وهذا ليس بإله بالنتيجة. الناقص هو فقط من يتغير. وطبعا هذا إذا ربطناه فكرة المعجزة راح تلغي تماما، معناها أن كل من يقوم بمعجزة ليس بإله، وأن مثلا فلنقول أنه 2 زائد 2 يساوي 4، فهذا ما أدى خيار آخر، يعني لا يمكن تغيير هاي الحقيقة أنه هاي 2 زائد 2 الآن صحيحة وفي الماضي، يعني لا يمكن أن نعتقد أو نتخيل بأن 2 زائد 2 هي في لحظة ما من الزمن كانت مو 4 كانت 5 مثلا أو 6، فما في خيار آخر. فهو إذا كان الإله قديم وإذا كان الإله حديث، أو إذا كان العالم والكون حديث أو محدث كما يقول الخلاف الإسلامي القديم، محدث أو مطبوع أو حديث، فبالحالتين هي 4، فلا يصح أن يحدث الله أي معجزة. وهذا يدعونا لأن يعني حياتنا اليومية هي تشهد بهذا بصحة هذا المكان، بهذا القول
لأنه إحنا ما نشوف معجزات في حياتنا. ماكو إنسان عندنا شاف معجزة إنه إنسان ميت يطلع من القبر مثلاً، فماكو إنسان على الإطلاق شهد حادثة من هذا النوع. بالغ بالموضوع سبينوزا وقال إنه مجرد القول بأن الوجود نفسه إلى غاية معناها إطاحة بفكرة الله وكماله وإطلاقيته، فكيف يعني باشتراح المعجزات حتى يقتنع الإنسان بوجود إله؟ الآن أصل إلى ما قاله هيوم. حاكم هيوم روايات المعجزات المسيحية والتوراتية، فبناء على هذا وضع شروط. قال أنا أوكي هنالك معجزات، أنا راح أضع شروط للتصديق بهذه المعجزات، راح أختصرها في نقاط. أولا أن يشهد على المعجزة عدد كافي من الناس، مو 3 4 10 حتى 50. ثانيا أن يكون الشهود على قدر من النزاهة وسمعتهم حسنة. ثالثا هل لدى هؤلاء الشهود مصلحة مادية أو معنوية من حدوث المعجزة؟ بمعنى هل هو مثلا مؤمن بالمسيح مثلا وأتى قال أنه المسيح قام من القبر؟ رابعا هل سيتعرض هؤلاء الشهود لخطر ما إذا إن ثبت أنهم كانوا كاذبين أو صادقين؟ يعني هل هناك عوائد مادية أو عوائد أمنية على أنفسهم؟ خامسا هل رأى هؤلاء الشهود المعجزة بأنفسهم أم سمعوا بها؟ هيوم بعد هذه الشروط لم يغلق الباب تماما وقال راح أقبل، سأقبل بوجود معجزات، وأيضا عندي شروط: أن تكون المعجزة هذه متواترة، وأن تجتاز جميع اختبارات الشك، وأن يتقبل أصحابها تشكيك الآخرين بروايتهم، وأن يثبتوا أنهم سوف لن يجنوا أي فائدة منها. وشرح الموضوع بحكاية، قال له أيهما أقرب إلى الموقف، أن يقوم المسيح من قبره أو نصدق رواية أن هناك من أتى وسرق جثة المسيح وفي الطريق قتلوا وتم دفنهم وضاع خبرهم حتى يومنا هذا، أي الاحتمالين أقرب إلى المنطق؟ قال بالطبع احتمال أن يكون هنالك من يسرق، هنالك وجود من سرق جسد المسيح أكبر بكثير من احتمال وقوع المعجزة. الخلاصة أننا لو واصلنا هذا الطريق لوجدنا أن من يؤيد فكرة المعجزات سيصل كما يقال إلى الدور الفلسفي، أي إلى الطريق المسدود تماما ولن يؤدي إلى شيء. وهذا الأمر توسع به بوريكور الفرنسي بوريكور والعالم يعني الفيلسوف الكبير المعاصر أو اللي توفى قبل فترة، وسمى الدوامة المفهومية. وهي باختصار حتى يعني ما أريد توسعني بس أذكرها بسرعة، قال أنه لكي نفهم، يعني المنطق الديني يقول لكي نفهم يجب أن نؤمن، ولكي نؤمن يجب أن نفهم، يعني عملية أشبه بالدوامة، أنت تطلع منها تطب تدخل منها، معنى أنه لكي أفهم النص يجب أن أعتقد بالنص وأؤمن به، ولكن الناس اللي يكشفها إليه ما راح يعطيني مكان آخر خارج النص، لهذا ما عندي حل سوى أن أفهم النص حتى أعتقد وأؤمن به. وهذا عنده بكتاب صراع التأويلات، وراح أذكر المصدر. يعني هنا أنا أرجع إلى نظرية التثبيت اللي أنا أطرحها، أقول بأنه الإنسان بحاجة إلى تثبيت منطقة ما في ذهنه أو في وعيه، وهاي المنطقة ما لابد أن لا يحيل إلى خارجها، لأن الخارج مرفوض أصلاً، الخارج مخيف ومرفوض وغير مرغوب به إلا باعتباره أفق يعني ثاني مختلف هو معادي بالضرورة، أو باعتباره مجرد حقل للامتلاك والانتهاك والاستغلال لا أكثر ولا أقل. الآن أصل إلى أنواع المعجزات. هناك أنواع من المعجزات كثيرة جدا، لكن أنا ما راح أتحدث عنها بالتفصيل، أقول بأنه يعني أذكر مثلا إعجاز العلم القرآني، إعجاز التوراتي وحتى الهندوسي، يعني كل إعجاز يعني الأنبياء، معجزات الأنبياء وهكذا كثيرة، معجزات السحرة أشكال، لكن أنا راح ألخصها بنوعين من المعجزات، نوعين يعني مو من يعني كواليتي مو كوانتيتي. الأول أسميه بالمعجزة الطبيعية، والثاني أسميه بالمعجزة غير الطبيعية. المعجزة الطبيعية أعني بها هي المعجزة اللي يرفض الناس تصديقها غالبا، ومن أمثلتها الكوارث الطبيعية، الأوبئة،
المجاعات، مظاهر الموت، الفناء، يعني يعني كل هاي المظاهر، مظاهر الفناء والانتروبي بالتسمية الفيزيائية، هذه كلها يفسرها الناس على أنها نتيجة لغضب إلهي أو ذنوب ارتكبوها بسبب عدم تصديقهم وإيمانهم بالمعجزات من النوع الثاني اللي راح أذكره. وهذا من يعني الأمر يتطلب منكم تقديم قرابين وتضحيات لغفران خطاياهم. ومن أبرز مواصفات هذه يعني هذا النوع من المعجزات، لأنها معجزات متواترة، معنى احنا دائما نشوف اكو زلازل ونشوف اكو مظاهر طبيعيه خطره، براكين وزلازل واوبئه وما الى ذلك. والنوع الثاني هو معجزه غير الطبيعيه، وهي معجزات تخرق قوانين طبيعيه ولا وجود لاي دليل على وجودها ولا تواترها مطلقا، لكنها تتواتر فقط اي في احلام معتقدات ومعتقدات واماني ورغبات المجتمعات البشريه او الجماعات البشريه. بسبب لماذا؟ بسبب عدم إيمانهم بالمعجزات التي تحدث من النوع الأول، واللي هي طبيعية وموجودة، يعني في أي لحظة ممكن أن تحدث. من أبرز صفات هذه المعجزات غير الطبيعية ونقاط ضعفها طبعا أنها لا تتكرر، هي يعني disposable، تستعمل مرة واحدة وتنتهي، وغير متواترة، ولا وغالبا ما يكون عدد الشهود بها قليلون جدا، وسلسلة عنعنة يعني روايات، ليس لن تجد هنالك من رآها بنفسه ولا سجلها بالفيديو أو إذا كان هناك معجزة معاصرة. اللي أوصله بخلاصة التعليق على هذين النوعين، وهما يعني النوعين أنا من خلال قراءتي شفتهم، يعني أقول بأنه هذين النوعين بالنسبة للإنسان المتدين اثنينهم ما ينتسبون للواقع الطبيعي، كلاهما ينتسبان إلى واقع افتراضي ترسمه أحلام وتطلعات وأماني الناس العاديين وليس أناس النخبة. وأعتقد أن هذان النوعان هما المصدر الأساسي لظهور العقائد والطقوس والأديان، وهما يعني طبعا هذول بحاجة إلى بحث مفصل أكثر أحاول أعمل به لاحقا. الآن الجزء الثاني من الفيديو سأخصصه إلى عن المعجزات في الوقت الحاضر، وأيضا عن تحليل فكرة وظاهرة المعجزات وبقية أجزاء الفيديو. أكتفي بالإشارة لأن الآن لأن وباء كورونا الحالي هو خير مثال على النوع الأول الذي ذكرته للمعجزات، وهو المعجزات الطبيعية. وكل إحنا ما زلنا نتذكر نظريات المؤامرة اللي ظهرت حول الوباء قبل سنة، وكثيرة قاويل كثيرة منعت أن الفيروس مصنع وال5G وهاي الأشياء الكثير لغط كثير طلع عنها، لكن الآن أغلب الناس ناستها لأن صار الفيروس وجوده طبيعي، هو ظهوره طبيعي لكن كان مرفوض، يعني كان يعتبر غير طبيعي أو شيء من هذا القبيل. الآن أصبح وجوده طبيعي لأنه يعني لا مفر من التصديق بوجوده ولا اعتباره يعني مجرد مؤامرة يعني قررتها الصين أو أمريكا أو بيل غيتس مثلا. يعني هذا كله يوضح لنا بأن أغلبية المؤمنين أتهم إيمان بنظريات المؤامرة، وأنهم لا يريدون مواجهة أو لا يرغبون بمواجهة الحقيقة، دائما يفضلون التهرب من مواجهة الحقيقة مثل ما تهرب منها الإنسان البدائي القديم. ما زلنا احنا يعني في طور النمو في تاريخنا البشري باعتبارنا كائنات ما زالت في مرحلة الطفولة الوجودية أو الطبيعية. الآن سأحاول تحليل فكرة وظاهرة المعجزات. رأيي أن المعجزات فكرة أصلها مشرك ووثني، وأنها تخدم الإنسان أكثر مما تخدم الإله، بل أنها تضر بالإله وتنفع الإنسان سواء على مستويات عدة. أولا دينيا وثقافيا المعجزة تطعن بوجود الله، وهي دليل ملحدين لا دليل لمؤمنين. وأقول أن الدين عموما يتصف أصحابه يعني كما نعرف بالتحفظ الشديد، وهم والدين عموما أيضا يقوم على فكرة وجود ثابت
وهذا معناه انه كراهيه ورفض اي تغيير، انه اي متغير هو امر غير مرحب به. المرحب به دائما هو الثابت، والثابت بالمناسبه ما موجود على الارض، لانه هو اصلا ما لا يمكن، لا احنا ثابتين ولا الطبيعه حولنا ثابته، كل شيء غير، امطار، لحظه رياح، الحراره تختلف، يعني الظروف تختلف، يعني زلزال يحدث، احنا نتغير بالداخل، يعني لا يمكن ان يعني ننمو ونكبر الى ان نصل الى مرحله الشيخوخه ثم الموت. فالدين يقوم على فكره الثابت، هو نوع من انواع الحل للتخلص من المتغيرات. الانسان وليس الدين دائما بحاجه لان يثبت على شيء، لانه اذا ظل هو متغير ف يعني هو اشبه بقطره ضمن المحيط ضائعه، لابد ان يتمسك بقشه حتى يثبت نفسه من عنده، ومن خلالها ينظر الى العالم وتعتبر الى مرجعيه خاصه، ريفرنس مالته، برؤيه كل شيء، ومن خلالها يعني يصير عنده ريفرنس، مرجعيه او بيرسبكتيف، يعني ينظر الاشياء من خلال باك جراوند ثابت، يستطيع عبر تحديد موقعه، تحديد فكره، تحديد يعني المقارنه والمعارضه والاختلاف والتشابه، يعني احداث كل هذه العمليات لا يمكن ان ايجادها الا بوجود مكان ثابت او انكر يثبت به الانسان نفسه. لكن كيف يمكن للإنسان أن يحقق هذا الثابت؟ هذا يتحقق داخل النص المقدس، يعني هو المتغير موجود، هذا النص هو الثابت، لهذا السبب أصبح النص مقدس، المدنس هو المتغير. من هو صاحب هذا المتغير؟ هنا نواجه يعني المعضلة، هل هو صاحب الثابت نفسه؟ إذا كان صاحب الثابت أو النص المقدس هو الله، فكيف بالمتغير؟ الله يعني يبحث عن المتغير، يعني صار عندنا تصادم بين حالتين، يحدث التناقض، يعني ليس في الحقيقة بمجردها، إنما في الخطاب الديني الذي يقوم على الإعجازيات بالكامل، فهو يعني هو الدين، الخطاب الديني هو اللي ورط نفسه بهذا التناقض، وليس أحد غيره، وعليه وحده أن يخلص نفسه من المشكلة، لكنه ماذا يفعل؟ يفرض منطقة ومعتقدة على الجميع بالقوة أو بالتكفير وبالتجريم وبالعزل والحرم كما في المسيحية. كان المؤمنون بالأديان وخاصة بداية يعتقدون دائما أن المتغير في العالم وهمي ونتيجة لعدم إيمانهم فقط بثوابتهم الخاصة، يعتقدون أيضا أن الحقيقة هي أن ثوابتهم هي التي ستنتصر في النهاية رغم كل قسوة المتغيرات التي تحيط بهم. هذا الوهم، وطبعا له جذور نفسية كثيرة، كان نتيجة لحقيقة دامغة يوميا يمرون بها، هي أن التغيير أمر لا يمكن إيقافه، بل أن الإنسان أضعف بكثير من محاولة مواجهته. وماذا يمكن أن يفعل الإنسان أمام متغير مثل حدود زلزال تحت قدميه أو تعرضه في كل لحظة لاحتمال الموت؟ لا بد من فعل شيء ما بأي شكل. الوهم هذا هو كان مفيد، لو لم يكن مفيدا لما استمر حتى هذه اللحظة وفقا لقوانين داروين. الحل إذن تحاشي النظر في عيني أشباح الخوف والموت مباشرة، وافتراض وجود معجزة ترافق كل إنسان وفي كل لحظة، وهذه المعجزة هي كفيلة بحمايته ودعمه معنويا وعمليا. بهذه الطريقة أيضا راح يمكن له، لكل إنسان، أن تتوفر لديه خيارات متعددة، من أبرزها خيار وجود أو حدوث معجزة، وهذه المعجزة تحقق له خرق افتراضي يعني غير معقول للنظام والقوانين وحكم العادة الطبيعي. طبعا هذا ما يحدث، هو لا وجود لحكم، لا وجود لخرق القوانين الطبيعة، لكن هو انت احساسك بقدرتك على ان تقاوم هاي المسألة هو اللي يخليك تندفع وتحقق ما تناله. طبعا هي بالتأكيد ما راح تحقق 100%، كثير من الناس تحدوا وجازفوا وكذا وخسروا حياتهم، لكن
البقاء لمن نجح في هذه المراهنة أو المقامرة. بالنتيجة هذه الطريقة توفر منفذ للتحرر الديني من عالم المغلق. يعني المعجزة هي دين عالم مغلق، المعجزة تفتح نافذة لهذا العالم المغلق الخانق، وهو كأنما يشبه مخرج الطوارئ يعني في البنايات عندما تحترق. مع هذا المزج كان دائما مثير لإعجاب عامة المؤمنين بدين ما، يعني أي دين، هو هذا الشيء، يعني معجزات هذا الدين شيء يعني رائع جدا. لماذا؟ لأنه بالنسبة لهم هو آية دامغة على صحة إيمانهم يعني وصواب عقيدتهم. وثانيا أنها أداة معنوية كبيرة في مواجهة الخصوم، ويمكن أن تستعمل كسلاح ضد كل من يعترض على إيمانهم بها. ثالثا أن المعجزة سهلة التصديق، وتوفر فرصة للأمل لأي إنسان، لأن أغلب الناس يميلون لتصديق فكرة وجود مخلص ومنقذ يقف معهم وفي جميع الأوقات، وإلا من يرفض الإيمان بوجود مكان مثلا لا مرض فيه ولا خوف وفيه تتوفر فيه كل المتع والمغريات. لا يوجد إنسان لا يتمنى هذه الأماكن. هذا الإيمان بالطبع يعني مرع، يعني مستحيل إنسان معاصر خاصة وليس القديم يقاومه. يعني تخيلوا إنسان بدائي كان ما لاقي لقمة يأكلها، وتقدم له هذا البذخ من المخيلة والأحلام والجنات والمنجزات والامتيازات، كيف ممكن أن يستقبلها؟ يستقبلها بالأحضان بالتأكيد، ويدفع نفسه روحه مقابلها. فهم يعني ما عنده خيار آخر غير أن يقبل بهذا يعني هذا المخيلة أو المعجزة. أعتقد من أعظم مواصفات الإنسان أنه يعشق الاحتمالات المستحيلة، بل يتمناها حتى تتراءى له في أحلامه اليقظة. قدرة الإنسان على ربط بين الصور والأشكال والكلمات والتصورات هي اللي جعلته قادر على تشكيل أي علاقة بأي شكل يشاء بين جميع المتغيرات، بحيث هو دائما يغزلها ويرتبها بطريقة يمسكها بطريقة تحقق الثابت اللي يعجبه واللي هو ما يستطيع الاستغناء عنه، كان إيمان بالله مثلا أو إيمان بطوطن أو إيمان بالنيرفان، أي شيء، إيمان بشجرة. فهذا كل شيء ممكن يوصل، لأن عندنا جهاز متخصص في إقامة العلاقات. يعني هو ماكينة، الدماغ هو عبارة عن ماكينة لإقامة وللربط بين شيء وآخر، أو فكرة وأخرى، أو فكرة وشيء، أو شيء وفكرة، وهكذا. هو هذا الجهاز هو هكذا يعمل. هذه الإمكانية هي اللي صنعت الإنسان المتفوق الأخير الذي ننتسب له حاليا، لكنها في الوقت نفسه هي اللي جاءت منه إنسان متفوق، ولكن حقيق ممكن يقول عليه، مو معنى الحقارة، معنى أنه يعني نوعا ما من نوع من أنواع الوضاعة. نصل الآن إلى الربط بين الإيمان والدين والمعجزات. أقول إن الإنسان بحاجة إلى الوهم دائما أكثر من حاجته إلى الحقيقة، والدين يشجعنا على ذلك، وهذا طبعا سر انتشاره ونجاحه. مع هذا فهناك مشكلة دائما تواجه كل دين، هي أن رجال الدين الذين يقومون على هذا الدين هم دائما بحاجة لتقديم برهان دامغ على صحة قصصهم وأحكامهم ومعتقداتهم، وهذا طبعا لن يحدث إلا بتنظيم عملية خداع واحتيال ضخمة ومرهقة وطويلة الأمد، تحتاج صبر غير اعتيادي، وتستثمر طبعا بالنتيجة بأفضل الطرق الممكنة رغبة الناس بالحصول على ما يتمنونه لأنفسهم من تمنيات ورغبات مستحيلة. هنا الدين برجاله يوفر فرصة تجعل من المستحيل ممكن، إلى حد أن يستغني الإنسان عن الحاجة لبذل أي جهد،
كبير للفوز بما يحلم. طبعا هذا إذا استطاع أن ينفذ أحلامه. وهذه الحاجة هي اللي أفرزت طبقة جديدة تستثمر الجهل والرغبة والكسل والخمول الفكري بصالحها. ثاني الأمر تطور بعد ذلك وظهر عدد من رجال الدين الطموحين، نسميهم عادة المصلحين كبار أو أنبياء أو بوذا بالمنطق البوذي. هؤلاء حاولوا صناعة المعجزة بأنفسهم وادعاء أنهم حققوها. هذه بدأت بظهور يعني كبار السحرة والشامانات يعني فترة بزمن ما قبل التاريخ، وانتهت بظهور الأنبياء والأولياء والحكماء. هذا الأمر طبعا حدث بسبب يعني طلب شديد من قبل الإنسان القديم أو حتى الوسيط وحتى المعاصر على تحقيق أمانيهم وتهدئة مخاوفهم. ثالثا مضى الدين أبعد وأبعد مما ذكرت، وظهرت الحاجة لأن يمتلك الكهنة السلطة على مجتمعهم مباشرة. لماذا؟ حتى بحجة أن مطالبهم من الناس يجب لا يمكن تحقيقها إلا بإيمان هؤلاء بدين الكهنة، وإلا فهم سيكفرون بها. هنا أصبح الجمهور مستلب بالكامل لصالح الكهنة ودينهم المهيمن، والويل لكل من يتطاول على هذا الدين. رابعا المرحلة الرابعة أقصد ازداد رسوخ الطبقة الجديدة، أي طبقة رجال الدين أو اللاهوت الجدد. وهؤلاء من بين هؤلاء ظهر القادة والملوك والمفكرين اللاهوتيين، وشدت الحروب فيما بين أو أقصد الصراعات، وبدأت الصراعات فيما بينهم، وظهرت من بينهم المذاهب والفرق والأفكار والمدارس الفكرية، وتواصلت حتى يومنا هذا. الآن أصل إلى أضرار وفوائد الإيمان بالمعجزات، وهل هي حاجة بشرية؟ أقول أولا فوائد المعجزات، تعريفي هذا يعتمد على تعريف المعجزة، وهي المعجزة كذبة مرغوبة ومقبولة اعتاد الناس على تصديقها سيكولوجيا كنوع من أنواع التعزية والمقاومة لحقيقة يومية مؤلمة. فكرة المعجزة مثل كثير من الأفكار اللاهوتية ما كانت شعار ضروري للبحث عن حقيقة، إنما كانت ضرورية لتشتيت أنظار العامة عن جوهر الدين ووظيفة الدين الحقيقية، وهي أن وظيفته علمانية أرضية صرف في العام الأغلب، وهدفها إثارة انتباه العامة إلى قضايا خيالية مثيرة لوعيهم العاطفي المحدود، وبالنتيجة هي ما تقدم لهم أي خدمات. يعني لم يكن الدين موجودا لكي يقدم خدمات الآخرين، إنما فقط يحافظ على وحدة الجماعة. هاي فائدة الوحيدة، وهي فائدة ظهر فيما بعد أنه مدمرة لشخصية الأفراد ومدمرة لقدرات الإنسان على التطور وعلى التفكير وعلى الابتكار وعلى الإنجاز الفردي المستقل. يعني مسحت شخصيات البشر من أجل الفوز بوحدة الجماعة. لهذا ما نحتاج نسأل من هو المستفيد الأكبر من المعجزات. يعني هم معروفين، هم رجال الصين، هم بشكل واضح رجال السياسة والسلطة والدين، وأيضا السحرة والمشعوذين، رغم أن هؤلاء يعني مع ظهور الأديان الشمولية تراجع دورهم وأصبحوا مقموعين حالهم حال بقية الجمهور. هذا بالتأكيد يفسر سر تغافل السلطات وخاصة الدينية عن مظاهر الدجل والشعوذة في المجتمعات اللي تقع تحت هيمنتها. نشاهد كثير من المعتقدات المزيفة، يعني أعمال السحر، أعمال يعني أعمال سحرية، حتى في مناطق تعتبر نفسها كلش موحدة مثل السعودية أو الخليج العربي، جدا متشددين في قضايا الأصنام والمعابد والزيارات والمقابر، لكن مع هذا عندهم ممارسات بها سحر وبها خرافة وبها معتقدات يعني أقل ما يقال عنها بأنها هي ما قبل الدين الإسلامي أو الدين الشمولي.
لماذا؟ لأن هي أفضل وسيلة دوام هيمنتهم وإقناع الجمهور بأنهم مكلفون من السماء بأمرهم، بل وحتى نحن. المعجزات بالنتيجة هي تمنح الدولة والدين أيضا فرصة للسيطرة على العامة وإقناع الجمهور والتحكم بردود أفعالهم. هنا من الملام؟ الملام بالنتيجة النهائية طبيعتنا البشرية القاصرة. ثانيا أضرار المعجزات، كأفراد راح تؤدي إلى ظهور شخصيات تفشل في فهم الواقع وفاقدة القدرة على التفكير المنطقي العقلاني. على المستوى الاجتماعي والعائلي راح تنشأ خلافات وصراعات بين المؤمنين، مثل يعني قضية الطبيعتين، قضية السنة والشيعة. هؤلاء دائما بسبب المعجزات، كل واحد يؤمن بالمعجزة الخاصة به يحاول أن يفرض هذه المعجزة ويحتج على عدم التصديق بها. هي قضية كلها مخيلة في مخيلة، لكن ماذا نفعل؟ وهناك أيضا أضرار صحية ونفسية تؤدي بمن يعتقد بالمعجزات إلى أن يبادر بالقيام بممارسات خطرة جسديا ونفسيا وعقليا، منها يعني رفض تلقيح الأطفال، تعذيب وإيذاء، يعني تعذيب وإيذاء الجسد. وأيضا هناك أضرار اقتصادية، منها دفع أموال وتبرعات للأماكن المقدسة أو المزارات أو للكهنة أو أي شيء من هذا القبيل. هناك الضرر الأكبر اللي يتعلق بالعلم والتربية والتعليم، وهي اللي تجعلنا نرفض الحقائق والنظريات العلمية، وكذلك نرفض تدريسها بالمدارس والجامعات، يعني مثل نظرية التطور وكروية الأرض وعلاج الأمراض المختلفة وغيرها. وهذا حاصل فعلا. أيضا أضرار أخرى كبيرة، أضرار إجرامية، منها إباحة قتل الآخرين من غير المؤمنين بحجة أنهم لا يؤمنون بقيامة المسيح مثلا، أو لا يؤمنون بنبوة فلان، أو لا يؤمنون بالوحي، أو يعترضون على وجود الملائكة، أو أتوا ملاحظة بأن الملائكة هم كذا وليس كذا. وهذه بالنتيجة تؤدي إلى شن الحروب وتدمير كل منجزات الإنسان. الآن أتساءل، هل أن الدين هو حاجة بشرية أم أن الحاجة هي للمعجزات وليس للدين؟ يقال كثيرا أن الدين فطرة فطرنا الله عليها، وأن كل ما نؤمن به هو موجود داخلنا أصلا، وكأنما هو موجود في الجينات. لكن قلما نسمع شرح لهذه العبارة بشكل محايد. دائما من يحرض على هذه المسألة أو يشيء هذا الفهم هو شخص من داخل إطار الدين، ويعتبر أن الدين الذي هو عليه هو الأساس. وأنا ما ألوم أحد على هذا الشيء، لأنه أنا كما أعتقد بأن كل إنسان يشعر بأنه بحاجة إلى أن يثبت نفسه في منطقة معينة، ليس منطقة مكانية بالضرورة، إنما منطقة ذهنية يشعر بأنه ينتمي إلى شيء بدون إحساسه بوجوده بالانتماء إلى شيء ما أو فكرة ما أو عقيدة ما، يشعر بالضياع. لأنه بالفعل يعني أنت لما عندك شيء ترتبط به، لماذا ترتبط؟ تصبح مجرد عبارة عن يعني شيء يعني يحلق في الفضاء وتتناهبه الرياح والأحداث، يعني ما له أي معنى ولا ما عنده أي ارتباط مع أي شيء. لهذا أنه الإنسان دائما بحاجة إلى أن يشعر بأنه هو منتمي إلى شيء، ليس لأنه لأهمية هذا الشيء الذي ينتمي إليه، إنما لأن أهمية هذا الشيء لكي ينطلق منه لفهم العالم وللنظر للعالم من خلال هذا الشيء ومنظور هذا الشيء. من هنا نجد أن معجزات المسيح مثلا في إحياء الموتى فكرتها أين تتمحور؟ تتمحور ليس في عظمة المسيح، إنما في فعله، وهذا إقرار بأن فعله أكثر أهمية منه، وهو يعني أن كل من يفعل ما فعله سينال الحظوة نفسها. يعني هذا يوضح بأنه كلمة المعجزة هي الأساسية، في الأساسية أكثر من يعني الشخص المعني بالمعجزة نفسه. يعني احنا نهتم بالمعجزة أكثر ما نهتم بالنبي الذي يعني حقق هذه المعجزة. معنى أنه يعني من الأكثر أهمية؟ يعني جواب واضح أعتقد. وحتى إذا نتأكد،
ممكن نكتب كلمة معجزة بحث في مربع البحث في جوجل وشوفوا النتائج تقريبا عشرات الملايين. ولماذا؟ لأن الإنسان إنسان كائن ناقص، كائن خائف، كائن بحاجة إلى كل شيء تقريبا، وخاصة الأشياء المستحيلة أو التي لا يمكن أن يحققها أو ينالها. أخيرا ما جدوى هذا الفيديو؟ أعتقد بأننا بحاجة لأن ننظر لأنفسنا بواقعية. هذا الكلام عن المعجزات ليس مجرد استعادة للماضي أو رؤية للحاضر، إنما دعوة إلى أن ننظر إلى واقعنا ومشاعرنا وأفكارنا ونفحصها جيدا ونعرف لماذا نؤمن بالمعجزات والأديان وحتى الآلهة. هذه المعرفة مهمة جدا وستفيدنا في قضايا كثيرة، لكن بشرط واحد، هو أننا يجب أن نعرف بأن كل هذه الأمور أو المعتقدات والأفكار هي مجرد أدوات ووسائل لاختراق حجاب العالم حولنا، أما أو حولنا أو أمام عيوننا. أما إذا صدقنا بها وآمنا فهذا سيعمل على إفسادها بدلا من إسعافها لنا، أي أن الفكرة تلتهم صاحبها وليس العكس. والحكم لكم. أخيرا أتمنى أشوف تعليقاتكم، مع خالص تحياتي واعتذاري.